بالعقبة. نعم. هواي عليه لغاط. شنو قصته؟ ما صوت عليه مجلس الوزراء وما صوت عليه مجلس النواب هو إنشاء أنبوب من البصرة إلى حديثة. زين. وليس إنشاء أنبوب من البصرة إلى العقبة. هذا ما صوتنا عليه. أوكي تمام. حديثة وين يروح بعدين؟ المشروع القديم اللي الناس كانت تتداوله هو من عام 1983، كان يعني من صار الضغط الإيراني، الحرب العراقية الإيرانية على العراق، العراق فكر بمناف التصدير، كان عندنا تصدير عن طريق سوريا. زين. تعاون النظام السوري مع الإيرانيين منع تصدير النفط عبر سوريا. فاضطرينا إلى إنشاء منافذ على تركيا وعلى على السعودية، المملكة العربية السعودية. السعودية صارت بها مشكلة. وأيضا كان مقترح لإنشاء أنبوب على طريق الأردن إلى ميناء العقبة. زين. الآن انتفت الحاجة فعليا إلى أنبوب العقبة. ليش؟ أولا إحنا أصلا العقبة هذا بالبصرة عقبة. البصرة عقبة انتفت الحاجة إلى الآن الحاجة إلى بصرة حديثة. زين. إحنا كان عندنا الخط الاستراتيجي. خط الاستراتيجي شو يدي يمكن بال75 على ما أعتقد. بال75 بالثمانينات صار بيه مشاكل، يعني تعرف نوعية النفوط بعض الأحيان يعني يتآكل الأنبوب. فصار عندنا مشاكل، فصارت خطة عدة الحكومة ذاك الوقت أنه تعالج الخط الاستراتيجي، فعندنا مقاطع تم استبدالها فسموه الخط الاستراتيجي الثاني، هو المسار واحد لكن من عالجوه سموه الخط الاستراتيجي الثاني. الآن الخط الاستراتيجي الثاني طاقته هي 500,000 برميل يوميا فقط. زين. فما عندنا امكانيه لتشغيل مصفى كربلاء ومصافي بيجي. ليش؟ لان بس مصفى بيجي مصافي الشمال تحتاج الى 400,000 برميل يوميا، في حين انتاج كركوك ما يوصل 300,000 برميل. ولا عندنا ربط مع اقليم كردستان حتى نستثمر النفط من اقليم كردستان، فاحنا نحتاج الى انبوب يربط من البصره الى كركوك. يربط كل نفوط العراق. زين. كل هذه النفوط تضخ في هذا الانبوب مع طاقه خزنيه. شد رايح الحديثه هذا بس اذا تسمح لي حتى بس شويه دهم الوقت مو مشكله، يعني هو الموضوع حساس. الهب الرئيسي اذا تسمح لي، الهب الرئيسي مال العراق مال النفط هي حديثه. نعم. من البصره الى حديثه، من حديثه تنتشر منطقه التوزيع. هذا الابهر مال من حديثه ابهر العراقي. نعم. هو ابهر العراق. نعم. هذا طاقته الانبوب من البصره الى حديثه 2,400,000 برميل يوميا. زين. تمام. فاحنا حتى نشغل كل مصافينا راح تصير عندنا مصافي بذيقار والسماوه والنجف ومصفى كربلاء ومصفى الدوره شغال ومصافي الشمال يحتاج لنا الى اكثر من 1,400,000 برميل باليوم. فنحتاج الى هذا الانبوب. الان الانبوب يعني هو من البصره الى حديثه، من حديثه سيربط. يعني وضعه مو على العقبه ولا لا لا لا, لا نهائيا. هذا الانبوب انا اذا بدي اربط على العقبه اربط على الانبوب الاستراتيجي الموجود هسه حاليا. زين. اذا اريد اربط هسه اربط على بس اكو انتفاء لا توجد جدوى اقتصاديه للتصدير عبر يعني العقبه. ماكو مشروع منبوب ماكو جدوى اقتصاديه ماكو. لا هو ماكو مشروع اساسا. لا ماكو الان. ماكو الوزاره استاذ محمد. الان ماكو نفط. وزاره النفط وجود واحنا اللي صوتنا عليه هو من بصره الى حديثه. زين. لمعالجه وضع مرونه نقل النفط داخل العراق ولتشغيل كل المصافي وكل محطات الكهرباء.